الحمد لله رب العالمين الإخوة حياكم الله. وصلنا الحمد لله إلى المنطقة كما قلت منطقة جبلية. وصلنا إلى المنطقة ديال الأخت الأرملة اللي غادي نسلموها إن شاء الله هاد جوج ديال البقرات. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. هذاك راه غادي ينزل بوحدو هذاك هذاك اه هذاك يطلقوا غادي يتبع مو هذاك يطلقوا غادي يتبع مو هذاك اه اه في هذاك ما يتفرقش على مو واخا هذا اللي ردوا معاه بالكم هذا اه لا اله الا الله اخوان كما تشوفوا في هاد الدوار نعطيو هاد الاخت هادي ان شاء الله الامانه ديالها حتى ان شاء الله تستطع انها توفر واحد المبلغ اللي تصرف على الاولاد ديالها بهذا المشروع. فنسال الله تعالى يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. سير الله سير الله بارك سير الله يا سيدي سير الله هنيئا لكم هنيئا لكم صراحة بهذا المشروع الطيب. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. أخت فرحانة سبحان الله العظيم. إخوان اللهم بارك الأخت هي تنتظر الأمانة ديالها. اللهم بارك يا الله. السلام عليكم. اختي مبروك عليك الله يسر لك الامور ان شاء الله تعالى. دعي مع الناس اللي تعاونوا معك. امين امين يا رب امين. تعاونتوا مع هذه الاخت نسال الله تعالى يجازيكم خير الجزاء. هنيئا لك اللهم يسر يا رب العالمين. سير الله سيدي سير الله. اخوان بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وتقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.